مرحبا، أنا زينب حفيدة تاج الدين الصيادي، زينب أحمد مهدي الصيادي، اللي هو كان من مؤسسين الحكومة سنة 28. بدي أحكي قصتي مع ديوان الخدمة المدنية واللي صار، ويا رب يعني إنه هيك يوصل صوتي واللي حابة أوصله، لأنه أكيد في يعني اللي أنا بدي أحكي فيه كثير ناس حاسين فيه وبيعانوا منه يعني في بلدهم. أنا درست ترجمة بجامعة الإسراء، تخرجت عادي يعني فترة مش كتير طويلة اللي هي 4 سنين، وبعد ال4 سنين تخرجت عادي يعني ما طولت، وبدي قدمت ديوان الخدمة المدنية وبدي أحكي اللي صار معي. يعني ديوان الخدمة المدنية إنه حسيت في إهمال كتير الصراحة، في ونصات، في محسوبيات يعني. وأنا وقتها ما ذكرت مين جدي، أنا جدي يعني كان من مؤسسين البلد سنة 28، كان هو رئيس وزراء. أنا ما حكيت الموضوع، رحت أقدم يعني مثلي مثل أي شخص عادي، وطبعاً ما أعطوا الموضوع أهمية وما عبروني ولا دققوا فيه، حطوا اسمي وقدموا الأبليكيشن وخلوني أستنى 11 سنة وحطوني فترة لأنه أنا عندي صروخ بالبيت وهيك، وإنه أمي وأبوي منفصلين ومش عايشة معهم وبابا متوفي وأمي بسوريا كنت عايشة معهم، فحكيت قصتي. قالوا لي والله فينا نحطك حالات إنسانية، بعدين شالوني من الحالات الإنسانية، وحتى يعني ما رجعوا تواصلوا معي ولا اهتموا بالموضوع مع إني رحت عليهم أكثر من مرة. ورقمي هي صار له 11 سنة، أنا قاعدة صار لي 11 سنة بستنى يعني الصراحة، وما بعرف الوضع صار كثير، ما بعرف شو بدي احكي، كثير بحزن وكثير قاعدين بيعانوا نفس الموضوع من الوسطات محسوبيات، بنستنى سنين وعلى الفاضي، مع انه انا مفروض انه إيه الاولويه لكثير شغلات طول هلا عم بستنى. فما بعرف عن هاي البلد الصراحه، وانا بدي اوصل صوتي عادي يعني بدي احكي اللي بقلبي كله. اشتغلت بقطاع خاص فترة صغيرة بس، يعني حتى القطاعات الخاصة كمان نفس الاشي، الشغل فيها صعب يعني مش سهل. والله في ناس بيساعدوني بيوقفوا معي، يعني كيف بدي احكي لك انه يعني هيك مثل الناس بتحب تعمل خير بتوقف معي، هم اللي بيساعدوني طول هالفترة، بس انه ما فيني اقدر اعتمد على العالم يعني. ولا اي اشي ديوان الخدمة المدنية جد انه ولا بالمرة عبر الموضوع صراحة، ما لقيت انه واسطة لديوان الخدمة المدنية، لا ما لقيت انه، بس بدي اقول انه بكفي يعني لهون وبس، لهون وبس. الموضوع كتير زاد عن حده، الناس قاعدة بتعاني بالبلد كتير، زودوها بالواسطات والمحسوبيات، يعني الموضوع ما بعرف كيف، وشغل ما في وهيك يعني، وضع البلد كتير صار صراحة بالمرة. وأنا بدي أناشد جلالة الملك إنه ينظر بوضعي، لأنه الصراحة طول الوقت قاعدة بستنى المساعدة، مو قادرة إنه أصرف على حالي أوقف أنا إجري، واللي بيوصلني ما عم بكفيني لخمسة أو عشرة بالشهر. إن شاء الله هيك إنه يتغير إشي يتطلعوا بموضوعي إن شاء الله، وبس تقديراً لجهود جدي على